أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف، أتمنى أن تكونوا بخير. سنتابع من خلال هذا الفيديو أخطر 10 أحياء شعبية في تونس لسنة 2017. اعتماداً على خريطة توزع معدلات الجريمة في تونس، إليكم أخطر 10 أحياء شعبية في تونس لسنة 2017. القائمة شهدت دخول أحياء شعبية جديدة مقارنة بالفيديو السابق الذي نشرته منذ سنة. إليكم ترتيب أخطر 10 أحياء شعبية في تونس لسنة 2017. المرتبة العاشرة، المحمدية وفوشانة ومرناج من ولاية بن عروس، وكذلك وادي الليل من ولاية منوبة. المرتبة التاسعة، سيدي عمر بوحجلة من ولاية القيروان. المرتبة الثامنة، الجيارة وسيدي حسين والسيجومي والزهروني من ولاية تونس العاصمة. المرتبة السابعة، حي العربي وحي الفيتنام وحي السردينة وحي المطار من ولاية صفاقس. المرتبة السادسة، حي ابن خلدون تونس العاصمة. المرتبة الخامسة، حي النور وحي الزهور من ولاية القصرين. المرتبة الرابعة، منزل بورقيبة من ولاية بنزرت. المرتبة الثالثة، عثرت من ولاية نابل، وكذلك أحياء الكبارية وحي هلال والملاسين من تونس العاصمة. المرتبة الثانية، الطفالة وقباجي وحومة الواد وبحسينة من ولاية سوسة. المرتبة الأولى، الجبل الأحمر من تونس العاصمة، وكذلك حي التضامن من ولاية أريانا. في النهاية أتمنى أن يكون قد نال أعجابكم الفيديو، الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.